السلام عليكم طلاب مرحلة ثانية، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير، يا رب يحفظكم ويحفظ عوائلكم. مثل ما تعرفون الوضع الصحي اللي يمر به البلد، وأصبحت الحاجة إلى التعليم الإلكتروني، وأيضا أصبحنا ملزمين به، لأن بصراحة ما ندري الوضع مع الحجز الصحي إيش قد يطول، وشنو الإجراء اللي راح يصير، والامتحانات شو راح تصير. المهم قبل ما يبدي الحظر خلصنا احنا 3 محاضرات، وبعدين دزيت لكم 3 محاضرات، يعني احنا كنا مخلصين المحاضرة الأولى والثانية والثالثة، ودزيت لكم الرابعة والخامسة والسادسة، بس ما نزلنا عليها فد فيديو توضيحي. كنا نتأمل انه الوضع يعني ما يطول هالقد ونرجع للمحاضرات، لكن هسه يعني أصبحنا ملزمين انه لازم ننطي المحاضرات تعليم الكتروني، وتعرفون الظرف اللي صار. طبعا بالبدايه احب اشكر بعض الطلاب اللي قروا الملازم وتواصلوا وياي وسالوني على بعض المواضيع وعلى كثير اسئله وجاوبتهم، والحمد لله يعني مشكورين، تعبوا روحهم وقروا المنهج. تمام، فهسه احنا اللي راح نسوي شنو؟ راح ننزل فيديوهات توضيحيه للمحاضرات اللي هي الرابعه والخامسه والسادسه، وإن شاء الله الفيديو ما يكون طويل ويكون مفيد، وراح أغطي بيه كل المادة إن شاء الله. وأي سؤال عندكم أكيد تقدرون تسألوني وبأي وقت تريدون. طبعا إحنا قبل ما أبلش بالمحاضرة، إحنا المنهج مال الكورس الأول تقريبا هو عبارة عن 7 أو 8 محاضرات، إحنا راح ناخذ 6 فقط، يعني قلصنا المنهج يعني مراعاة للظرف اللي نمر به. المحاضرات مالتكم خليت بيها هوموركات، طبعا المحاضرة الرابعة من راح نخلصها بيها هوموركات تدزوا لي اياها، والمحاضرة الخامسة كذلك، والمحاضرة السادسة كذلك. هاي الهوموركات أول شيء تقييمكم عليها، تفاعلكم عليها، اللي يدز لي هومورك راح أسجله حضور وأعطيه درجة أعمال سنة، اللي ما يدز لي هومورك يعني هذا رافض فكرة التعليم الإلكتروني وما يريد يشارك بالتعليم الإلكتروني، فأنا مدى أعرف هل هو سمع الفيديو شارك ما شارك، فراح أضطر يعني التقييم مالته يعني يكون واطي جدا، أو أصلا ما نقيم هيش طالب. تمام، وبالنسبة للعملي، العملي احنا ايش اخذنا؟ اخذنا الداتا ترانسفير واخذنا عليه مثاليا، ودزيت لكم اللي هي الارثمتيك اوبريشن الاد والصاب، وهم دزيت لكم عليها مثاليا. هي فقط هاي الـ4 أمثلة مطالبين بها بالعملي، وراح نحكي ايضا جزء على العملي، يعني نسوي فيديو خاص فقط للعملي ان شاء الله. تمام، هسه نبلش بالمحاضرة مالتنا، المحاضرة الرابعة اللي هي اسمها الميموري ماب. طبعا بعض طلاب، هي هاي المحاضرة مالتكم، هذا العنوان مالتها اسمه الميموري ماب. تمام، هاي المحاضرة انا داز لكم اياها، اذا تشوفون بالجروب مال تليجرام المحاضرات اللي دازها كالاتي: محاضرة مكتوب عنوانها 4، وواحدة مكتوب عليها 4A، وواحدة مكتوب عليها 4B، ومحاضره لوخ يعني بي دي اف لاخ هيك مكتوب عليه، هذا اذا تشوفوه ام بي 4. طبعا انتم المحاضره الرئيسيه هي هاي الـ4A والـ4B، هذني عباره عن اسئله الكم تتقوون بيها، تحلوها تتقوون بيها على الموضوع اكثر، لان موضوع الميموري ماب جدا 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 مهم، ويعني حتى بالفاينل يجي عليه عاده سؤال ابو الـ40 درجة. انت عندك موضوع الميموري ماب والدايجرام اللي هو بالمحاضره الثالثه، هذني موضوعين جدا مهمات، فهذني ارجو الانتباه عليهم. تمام، انت احنا هاي المحاضره مالتنا، وقلنا هاي المحاضره اللي هي هيك مكتوب عليها 4A و4B، هاي محاضره تحتوي على اسئله، وهذا البي دي اف هذا توضيح للمحاضره مالتنا، فخليكم ويانا وخلي نبلش بالمحاضره مالتنا. تمام، عندي فتشي الميموري ادرس. مثل ما تعرفون شنو الميموري ادرس؟ احنا الميموري ادرس اللي هو عنوان الذاكره، مو احنا الباصز هسه عيفوا الادر، مو عندنا الادرس باص والميموري باص وعندنا الكنترول باص، هاي باص. الباص يعني شلون، خلينا نقول اذا نمثلها شلون الشارع اللي تمشي عليه السيارات او يمشي عليه البشر، فهذا باص.
زين، بس العنوان شنو؟ لا هذا عنوان اما ذاكره او عنوان او عنوان شوف انت تريد توصل له. فالميموري ادريس هو شنو؟ هو عنوان ذاكره. يوفر عنوان الذاكره هذا شيء يسوي؟ يوفر موقع اجهزه الذاكره المختلفه في النظام، مثل ما موضح لكم شو يقول. يقول provide the location of various memory devices in the system. زين، البيسك كونسبت مال الميموري انترفيسنج، البيسك كونسبت ان ميموري انترفيسنج يعني المفهوم الاساسي شلون اسوي انترفيسنج للميموري، يعني لربط الذاكره. طبعا هذا الموضوع احنا تكلمنا عليه بالمحاضره الثانيه. بالمحاضره الثانيه من حكينا على اللاتش وبخذنا الاقل محتوى اللي هو الدي لاتش، وشلون بدينا نسوي الميموري، وصولا اخير شيء وصلنا لهذا الدايجرام اللي هو قلنا هذا الدايجرام بوقته. هذا طبعا تلقوه بالمحاضره الثانيه. قلنا the diagram of 1K interface as show below. إيش قلنا؟ قلنا هذا المايكرو بروسيسر وهاي الميموري احنا هسه موضوعنا ايش يقول؟ دي يقول basic concept in memory interface. مثل ما دا تشوفون الادرس مالتي هنا مو من اي صفر الى اي 15. الادرس بال 8085 قلنا عبارة عن 16 بت اللي هو من الصفر لل 15. فشنو الجزء العلوي؟ هذا الجزء العلوي اللي هو من 8 الى 15 هذا وين راح؟ راح للتشيب سيلكت على مود يختار لي يا ميموري. والجزء السفلي هذا راح للميموري دايركت، تمام. وعندي هذا اللي هو انبوت اوتبوت ويا الميموري يندمجن ويا الريد ويا الرايت على مود يطلع لي ميموري ريد او ميموري رايت، ويروحن لل البروسيسر على مود اسوي عمليه شنو؟ قراءه او كتابه، يعني انبوت او اوتبوت، انبوت للميموري او اوتبوت من الميموري، تمام. هاي باعوا اذا تذكروها مال الميموري تشيب ايضا بالمحاضره الثانيه، اذا تشوفون هاي هنا الشيب سيلكت هذني هو هذا الهاير اوردر يختار لي يا شيب سيلكت على مود اروح على يا موقع ذاكره، تمام. نرجع الى محاضرتنا. فايش دا يقول هنا باعوا اختار الشيب سيلكت. الشيب سيلكت منو يحدده؟ يحدده الهاير اوردر على مود اختار هذا الشيب سيلكت. زين، وراها ايدنتيفاي الميموري لوكيشن، احدد موقع الذاكره اللي اريده. موقع الذاكره اللي اريده هذا منو يحدده؟ اللو اوردر ادريس. وراها انيبل اما انبوت اللي هو الريد او اوتبوت اللي هو الرايت. هذا شنو؟ هذا البيسك كونسبت ان ميموري انترفيسنج. زين، اذا اجي اريد اقول شلون اسوي انترفيس بين الميموري والمايكرو بروسيسر، يعني اجي هنا اقول عندي هذا مايكرو بروسيسر او 8085 وعندي هاي هنا ميموري المين ميموري. شلون راح اسوي انترفيس هذا ويا هذا؟ انا ايش عندي؟ عندي ادرس باص اللي هو 16 بت، وعندي كنترول سيجنال اللي هن الريد والرايت. طبعا بالمناسبه الطلاب، الفيديو من تتفرجوه على الحاسبه على مود تكبرون السكرين كلها على مود يكون واضح لكم، تمام. لان بالموبايل هاي الكتابات اللي نكتبها ما اتوقع تظهر واضحه، يعني راح تطلع صغيره وما اتوقع راح تفهموها، تمام. فهنا شلون اسوي انترفيس بين الميموري ويا المايكرو بروسيسر؟ سهله، مثل ما شرحناها بالمحاضره الثانيه. هاي وينها؟ هاي عندي هاي النقاط، هذا الانترفيس مالتي. خلني نجي نشوفه هناك كتوضيح. ايش دا يقول؟ دا يقول النقطه الاولى كونكت اللور اوردر مال الادرس للبنات مال الميموري. هنا الميموري مو بيبن، مو بي اطراف، هنا المايكرو بروسيسر بي اطراف. فايش دا يقول؟ دا يقول هذا
اللور اوردر، اللور اوردر، اللور اوردر مال الاد اللور اوردر مال الادرس، مال الادرس باس وين يربط؟ يربط بالمين ميموري. زين، والهير اوردر، الهير اوردر راح يولد لي يونيك ادرس، يعني عنوان فريد، عنوان فريد يروح وين؟ يروح للتشيب سيلكت. يعني انا هنا عندي تشيب سيلكت، وهنا مثلا خلينا نقول عندي تشيب سيلكت ثاني، وهنا عندي مثلا تشيب سيلكت اخر، فيا ميموري راح يختار او يا موقع ذاكره راح يختار هذا. هنا الهير، الهير اوردر هو اللي راح يولد لي عنوان فريد، الهير اوردر يونيك ادرس، بحيث يروح للميموري اللي انا اريدها قبل. زين، النقطة الأخيرة شو يقول؟ يقول عندي كنترول سيجنال اللي هي يصح لها ميموري ريد وميموري رايت. هذني منين جايات الميموري ريد والميموري رايت؟ عندي إذا تتذكرون هذا أخذناه التيبل مالتنا اللي هو انبوت اوتبوت ويا الميموري اللي هو هذا بي داش، وعندي إشارة ريد وإشارة رايت، هذني يندمجن سوية. هذا اني يندمجن سوية بحيث هنا راح يصير عندي read و write. طبعا هنا كلهن ذني باللو يشتغلن، تمام؟ هاي حتى هاي الميموري read الميموري write كله هيج، تمام؟ هذا شلون اسوي انترفيس الميموري ويا المايكرو بروسيسر، تمام؟ وبالتوضيح، بالتوضيح نفسه هذا الشكل اللي هو موجود هنا، تمام؟ ده تشوفوا الهاير اوردر راح للتشيب سيلكت. طبعا هاي انا هنا ايش دا اصمم؟ دا اصمم 1 كي. واللور اوردر راح للبنات مال الميموري. زين، وهذا ده تشوفون عندي الريد والرايت والانبوت اوتبوت ميموري صارن كومباين، وطلع لي الميموري ريد والميموري رايت، وراح للريد وللرايت كنترول سيجنال اللي هي حدد لي هذا الشيء اما انبوت او اوتبوت، تمام؟ خلي ناخذ مثال، خلي نفتهم نشوف ايش دي يصير عندنا. طبعا بالمناسبه طلاب، هذا الحكي اللي ذكرناه كله هياته موجود بالمحاضره، كله هياته موجود بالمحاضره، بس احنا شنو ذاك كتوضيح على مود للسرعه يعني. زين، هذا المثال ايش دي يقول عندنا؟ دي يقول صمم لي دائره. ركز وياي على السؤال، لان هذا المثال اذا فهمته نهاية الأمثلة منا إلى نهاية المحاضرات كلها راح تفتهمها. هذا المثال إذا ما فهمته لازم ترجع تعيده إلى أن تفهمه على مود تفهم باقي الأمثلة. إيش ده يقول؟ طبعا هذا المثال جدا بسيط. إيش ده يقول؟ ده يقول صمم لي دائرة، صمم دائرة. زين، على مود أربط، على مود أربط ربع كي، يعني 1/4 كيلو، تمام؟ 1/4 كيلو أوفرام ميموري يريد أصمم له ميموري، نوع الميموري هي رام. زين، يقول مربوطة ويا أدرس باص 10 بت، 10 بت، وديتا باص 8 بت، ودرو ذا ميموري ماب. زين، هاي شو راح أصممها؟ إحنا هسه خل نجي نتفق على شغلة على مود نفتهم. خل نجي الواحد كي هي ايش قد؟ 10 × 2 أس 10، تمام؟ هاي واحد كي. زين، هو شو يريد مني؟ يريد مني ربع كي، يعني هذا الكيلو الواحد راح اقسمه 4 أقسام، فراح يصير ايش قد؟ 2 أس 8، مو؟ ليش؟ لأن أنا عندي 2 أس 10 شقد هي؟ 1024، مو الكيلو، 1024. 2 أس 8 شقد؟ 256. ف 256 ويا 256 ويا 256 ويا 256 هذا 1 كي. هو شو يريد؟ يريد ربع كي أوفرام. يقول صمم لي ربع كي أوفرام. يعني إيش عندي؟ عندي هنا مايكرو بروسيسر، مايكرو بروسيسر، وعندي هنا رام او ميموري، ويقول اربط لي هذا البروسيسر ويا هذا الميموري، فايش راح نسوي؟ زين،
هو إش قد يريد؟ يريد ربع، يعني 2 أس شقد؟ 2 أس 8، 2 أس 8. فيعني اللي داخلات للرام هي شقد من طبعا هي كأدرس من الأي نوت إلى أي 7، من الأي نوت إلى الأي 7 هن 8، وهاي 2 أس 8 راح يعطيني ربع. فهنا هذا الرام، بس خلنا نرسم الرام بصورة صحيحة وبصورة واضحة، يعني هذا الرام، هذا رام، هذا راح يدخل له من أي نوت إلى أي 7، تمام، اللي هي 2 أس 8. زين، أنا إيش عندي؟ عندي عندي الواحد كي هي إيش قد؟ 2 أس 10، يعني من الأي نوت إلى الأي 9. هاي طبعا إيش قد؟ هاي ربع كي أو 2 أس 8، ما يفرق عندي. هاي إيش قد؟ هاي 1 كي أو 2 أس 10. زين، أني من الأي 0 إلى الأي 7 هذني راح نحجزن شننة؟ نحجزن أدرس. زين، بقاش عندي أي 8 وأي 9. هاي الأي 8 والأي 9 هي اللي راح تصير الشيب سيلكت مالتي، الشيب سيلكت مالتي. فالشيب سيلكت مالتي راح يكون بهالطريقة. أنا إيش عندي هنا؟ خلني جاي أوضح لكم إياها. عندي أي 8 وأي 9، هنا أي 8 وأي 9، لأن قلنا الأي من 0 ل 7 محجوزة. فأنا إيش عندي؟ عندي أربع احتمالات، ما طولهن بالتين، أربع احتمالات: 0 0 1 0 0 1 1 1، تمام. فهنا راح أدخل 0 0 اللي هي شنية؟ أي 8 بأي 9. زين، الحالة الثانية نفسه، هذا من الأي 0 إلى الأي 7، تمام. هنا ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي 1 بصفر. طبعا هاي انفيرترات كلها طلاب، انا هم نفس الشيء، اي 8 اي 9. طبعا هذا هنا ايش صار؟ هذا صار ربع كي، هذا صار الربع الاول، وهذا صار الربع الثاني، وهنا اجي اسوي، وهنا اجي اسوي، هذا الربع الثالث وهذا الربع الرابع. هنا كلهن داخلات داخل لهن من الاي 0 الى اي 7، وهنا كذلك داخل لهم منين؟ من الاي 0 الى اي 7. هنا ايش راح يدخل لهم؟ راح يدخل لهم 0 1، وهنا راح يدخل لهم 1 1، وهذني كلهن الاطراف يروحن وين؟ للمايكرو بروسيسر. فاذا المايكرو بروسيسر يطلع من الاي 0 الى الاي 9، من الاي 0 للسبعة راح يربط هنا ويا هذن، والبنين اللي هن الثمانية والتسعة راح يربطن على هذن، على الشيب سيلكت، تمام. فبهيك حالة انا سويت، صممت ربع كي اوف ميموري باستخدام واحد كي، يعني راح تطلع لي اربع اقسام. فهنا مثل ما تشوفون هذا الربع الاول، هاي اللي هو صفر صفر، هذا راح يكون صفر واحد، تمام. طبعا هاي هنا دا تشوفوها، هاي الميموري رايت، الميموري ريد، هنا هاي دا تشوفوها من الاي 0 لاي 7، هنا من الاي 0 لاي 7، وهكذا. هنا كذلك نفس الشيء، هذا 1 0 وهنا هذا 1 1، تمام. طبعا بالمناسبه خلينا نجي نشوفها بالمحاضره على مود تبقى لنا الشغله الاخيره بالمحاضره. هاي وينها؟ هنا هيك مسويكم اياها. هاي وينها؟ الفيجر 1، هذا الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع، تمام. وأيضا هاي وينها؟ إذا تشوفون هاي وينها؟ هذا ربع كي، هذا ربع كي، هذا ربع كي، هذا ربع كي، تمام. هسه يبقى شلون أطلع العنوان مالتي؟
شلون اطلع العنوان مالتي، هاي اهم نقطه، شلون اطلع العنوان مالتي. تمام، احنا خلي نتفق على شغله، خلي نتفق على شغله. انا العنوان مالتي ايش راح يكون؟ هيك باع وياي، اي 0 1 2 3 4 5 6 7، هاي اي 7. طلاب هاي ضروري تنتبهوا لها، باع هاي حيل ضروري تنتبهوا لها. انا ايش عندي من الاي 0 للاي 7، وعندي هنا اي 8 واي 9. زين، نجي احنا كل عنوان، كل رام، كل رام او اي ميموري، سواء كانت رام او روم، او ما حددت لك رام او روم، فقط قلت لك ميموري، لان هاي بالمحاضرات الجايه، يعني بالعفو بالامثله الجايه، يعني ممكن اقول لك رام او روم او اقول لك ميموري. عندي طبعا اي ميموري بيها عنوان اول وعنوان اخير، يعني فيرست لوكيشن ولاست لوكيشن، فيرست لوكيشن ولاست لوكيشن. حتى اذا تتذكرون المين ميموري نفسها مال الايتي 85 كلها ال 64 كيلو، مو 64 كيلو، هم بيها شنو؟ بيها فيرست لوكيشن اللي هو 4 اصفار، ولاست لوكيشن اللي هو 4 افات. هذا اول موقع بالذاكره كلها، وهذا اخر موقع بالذاكره كلها. مو هسه حتى اذا تتذكرون بالعملي كنا نبدي من موقع 2000، لان المواقع اللي هي من 4 اصفار الى 2000 هاي كلها محجوزه للسيستم وللاعازات و و و، فنقدر نستخدم من ال 2000 الى 4 افات. تمام، فهاي شيء يصيحوا لها، يصيحوا لها الفيرست لوكيشن واللاست لوكيشن. فانا بديهي من اقول لك صمم لي رام او روم و و و، اكيد بي فيرست لوكيشن، زين، وبي last location. تمام، زين، الفيرست لوكيشن يبدي كل اصفاره، واللاست لوكيشن كلها واحدات. زين، انا كم رام صار عندي؟ صار عندي 4 رامات، مو 4 رامات، هذا الرام الاول، الثاني، الثالث، الرابع. زين، كلهن الفيرست مالتهن شنو؟ 4 اصفاره، العفو يعني كلها اصفاره، واللاست كلها واحدات، وهاي كذلك نفس الشيء. وهاي كذلك نفس الشيء. الاختلاف وين صار عندنا بالرام اللي عندنا؟ الاختلاف صار عندي كالآتي، فقط بالثمانية والتسعة، فكانت هي أول وحدة شنو؟ 0 0، والثانية كانت شنو؟ 1 0، وبعدين 0 1، وبعدين شنو؟ 1 1. تمام، فهسه إذا نجي هنا إيش قد هذا يمثل لي؟ هذا يمثل لي 0 0 0 H، هذا شي يمثل لي؟ يمثل لي F F 0 F F 0. زين، هذا الربع الأول هيك عنوانه، يبدي بهذا العنوان وينتهي بهذا العنوان. زين، الربع الثاني يبدي بشقد؟ يبدي بصفر صفر واحد، وينتهي بشقد؟ F F 1. زين، الربع الثالث 0 0 2، يعني 200، وينتهي بش قد؟ 2 اف اف. والربع الثالث 300، وش قد؟ 3 اف. هاي العناوين مالتنا نطلعها بهالطريقه، اتمنى تكون واضحه يا شباب. تمام، من الاي 0 للاي 7 هاي شنو؟ هذا يمثل لي الفيرست لوكيشن واللاست لوكيشن اللي رايحه للبنات مال الميموري، فهاي ثابته، يعني السرة الأول أنطي صفارة، السرة الثانية أنطي واحدات. الاختلاف وين راح يصير؟ راح يصير بالشيب سيلكت. هذا الشيب سيلكت هو اللي يطلع لي مثل ما قلنا اليونيك أدرس. أنتوا تشوفون هذا اللور أوردر، اللور أوردر أدرس، اللور أوردر أدرس، هذا وين راح يروح؟ راح يروح للميموري، سواء كانت رام روم بغض النظر.
وهذا الهاير اوردر وين راح يروح؟ راح يروح للتشيب سيلكت يطلع لي بسبب بدا تشوفون انتو هذا الجزء اللي هو على اليمين كله مشابه، كله عباره عن 00FF 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 00FF. الاختلاف وين؟ الجزء اليسار الهاير اوردر هو اللي يطلع لي عنوان مختلف مال الرام الاول عن الرام الثاني عن الرام الثالث عن الرام الرابع. فاذا بواحد كي بواحد كي ميموري اذا اريد اصمم ربع كي راح تصمم عندي اربع رامات، تمام طلاب؟ وهذا الحكي موجود وين؟ موجود بالمحاضرة مالتكم اللي هي هاي وين؟ شوية خلينا نكبرها على مود نشوفها أكثر. هاي تشوفوا هذا اللور أوردر اللي هو هاي وينه، وهذا الهير أوردر اللي هو هذني الاثنين، تمام؟ هسا إذا تشوفون إذا هنا جرينا خط هذا الطرف كله ثابت، اللي دا يتغير هاي، وهاي العناوين مالتنا، هذا العنوان البدائي والنهائي، تمام؟ إذا نجي نريد نشوفها كتوضيح أكثر هاي وينها؟ تشوفون هاي وينها؟ هذا الربع الأول يبدي بثلاث أصفار ينتهي ب FF صفر، هنا 101 FF 200 2 FF 300 هذا ربع 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 ربع، هذا الرينج أوف أدريس. هذا الرسم هو اللي يصيحوا للميموري مابت، يعني مين يجيك سؤال يقول لك سوي لي الميموري ماب، يعني لازم ترسم لي، لازم ترسم لي ميموري. اذا اشوف حسب اذا قلت لك ميموري مال 8085 ترسم لي 64 كي وتاخذ لي منها الاجزاء اللي يريدها، وراح نشوف هسه بالمحاضره يعني راح نشوف امثله وتوضيحات اكثر، تمام طلاب؟ نجي خلينا نشوف هذا المثال، نشوف هذا المثال. طبعا هذا بالبي دي اف نفس اللي هو موجود بديكه بالمحاضره، هاي الربع وهاي هنا الادرسز مالتنا. خلينا نجي نشوف هذا المثال، هذا خوش مثال يوضح لك شغلات اكثر، فعلى مود نشوف هذا المثال. هي هاي المحاضره مالتكم جدا سهله ولطيفه وحلوه وما بها اي مشكله، تمام؟ هذا المثال، هذا المثال شو يقول؟ يقول what is the range ادريس. الرينج ادريس يعني يريد الفيرست لوكيشن واللاست لوكيشن اوف ايتش ميموري تشيب. ها باع هنا ايش يقول؟ فور ايتش ميموري تشيب، يعني ايش عندي؟ عندي هنا رام وعندي هنا روم، عندي رام وعندي روم. ايش نشوف بالرام ايش قد قيمتها؟ 2 كي. والروم ايش قد قيمتها؟ 2 كي، 2 كي ب 2 كي. زين يريد ها، وبعدين يقول لك ارسم لي الميموري ماب. اذا المطلب الاول شنو؟ المطلب الاول يريد الرينج ادرس، يعني اجي اقول للرام الفيرست لوكيشن هيج واللاست لوكيشن هيج، والروم الفيرست لوكيشن هيج واللاست لوكيشن هيج. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني ارسم الميموري ماب، درو الميموري ماب. فلازم هسه نجي نحل هذا الشيء. شلون شو نسوي هسه؟ راح نجي نعرض. زين الاثنين الاثنين كي ايش قد تساوي لي؟ تساوي لي 2 اس 11. 2 اس 11، انت وياي طلاب انتبه زين. ال 2 كي 2 اس 11 يعني منين؟ يعني من الاي نوت الى اي 10. فهنا راح يدخل لي من الاي نوت الى اي 10، وهنا راح يدخل لي من الاي نوت الى اي 10، تمام؟ زين هذا الشيب سيلكت رايح للمايكرو بروسيسر اكيد، وهذا الشيب سيلكت ايضا مربوط بالمايكرو بروسيسر. باع وياي هذا مربوط بالاوتبوت صفر وهذا مربوط بالاوتبوت سبعة. زين طبعا هذا مربوط وين؟ مربوط بديكودر، ديكودر ثلاثة ابو الثمانية.
يعني يدخل له 3 انبوت يطلع من عنده 8 اوتبوت وهكذا. وهذا هنا ال 14 وال 15. اذا من الـ A0 للـ A10 هذا انبوت زين. A11 12 13 A12 A13 هذني انبوت للديكودر، والاي 14 و15 هذني مربوطات فوق 14 و15 زين. هاي ال 14 وال 15 هنا بالديزاين منطيها قيمها ثابته 0 0، لان هنا هاي صايره اذا تشوفوا نوت انفيرتر هنا منطيها 0 0 اللي هي ال 14 وال 15 0 0 زين. من الاي 0 لل 10 قلنا الفيرست لوكيشن كله اصفاره واللاست لوكيشن كله وحدات. اني وين لعبتي؟ لعبتي بهذني الـ A11 و12 وال13. الـ A11 وال12 وال13 وين داخلات؟ داخلات بديكودر. زين خليني نجي نشوف هذا الديكودر شنو في الميم. مثل ما تعرفون الديكودر، الديكودر 3 في 8 زين، يعني بي كم اوتبوت؟ اوتبوت 0 اوتبوت 1 يعني بي اوتبوت 0 اوتبوت 1 اوتبوت 2 الى اوتبوت 7 من 0 لل 7 يعني ايش قد 8 اوتبوتات زين. اذا اريد اطلع الاوتبوت 0 لازم هناش انطي بالانبوت انطي 0 0 0 مو صحيح؟ زين اذا اريد اطلع الاوتبوت 1 لازم شنطي لازم انطي 1 0 0 زين. اذا اريد اطلع الاوتبوت 2 راح اطي شنو هو 0 واحد صفر. إذا أريد الأوتبوت 3 واحد واحد صفر. إذا أريد الأوتبوت 4 صفر صفر واحد إلى آخره. زين أني الرام وين مربوط؟ الرام مربوط بالأوتبوت صفر، الرام مربوط بالأوتبوت صفر. فإذا هاي صفارة. والروم وين مربوط؟ مربوط بالأوتبوت 7 يعني 3 وحدات واحد واحد واحد. فخل نجي نشوف على هذا الاساس اللي حكيناه، خلي نجي نشوف الادرس مالتنا. نجي رام من الاي 0 الى شقد اي 10 زين. السلكت مالتي شقد 11 و12 و13 وال14 وال15 هو منطيها بالديزاين ثابته 0 0 زين. هنا عندي الفيرست لوكيشن وهنا اللاست، هنا هاي كلها صفاره وهنا كلها وحدات مو هاي بالنسبه للرام. وبالنسبه للروم نفس الشيء، هنا كلها صفاره وهنا كلها وحدات وهاي ثابته. هو على طول الديزاين منطي نوت. الاختلاف وين؟ الرام مربوط على الاوتبوت 0 والروم مربوط على الاوتبوت 7. فهنا شنو؟ ثلاث اصفاره لان اوتبوت 0 وهنا ثلاث وحدات زين. فهنا الفيرست لوكيشن ايش قد راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 0 0 0 0. هاي اذا تشوفوا من الاي نوت للاي 15 يعني 16 واحد 0 زين. هنا ايش قد راح يطلع؟ اربع وحدات يعني اف، تلحقها اربع وحدات يعني اف مو تلحقها ثلاث وحدات ويا هذا الصفر يعني سبعه صفر. هذا الفيرست لوكيشن هذا اللاست لوكيشن زين. هنا اربع اصفاره باربع اصفاره يعني صفر صفر زين. صفرين بواحد يعني ثمانيه ثلاثة زين. هنا ايش راح تكون؟ طبعا هاي كلها واحد. هنا اف باف باف بثلاثة اف 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 ثلاثة تمام. نجي نشوفها بالمحاضرة شو راح يصير. هذا وينه؟ خلينا نكبر باع. هذا هاي 2 كيلو وهنا الروم 2 كيلو وهنا هاي مربوطه تشيب سيلكت اوتبوت 0 وهنا تشيب سيلكت اوتبوت 7 وهنا نفسها اي 11 12 13 وهنا شنو هاي ثابته. فمن نجي نريد نطلعها هاي وينها؟ هذا الرام
هاي الحد هنا، هاي هنا صفارة واحدات، صفارة واحدات، هذا اللور اوردر، هذا اللور اوردر. الهير اوردر هذني الاثنين هو بالديزاين منطيهن ثابتات، بالمناسبة يعني جزء غير ديزاين يعطيك اياها غير قيم. وهذني اللي هن التشيب سيلكت، الرام مربوط على الاوتبوت 0 والروم مربوط على اليمن على الاوتبوت 7، تمام؟ وهكذا ان شاء الله يكون واضح. هذا هسه احنا سوينا باعوا وياي طلاب، هذا هنا حلينا بس المطلب الاول اللي هو شنو، وجدنا الرينج ادريس مال الرام والروم. زين هسه المطلب الثاني شو يقول؟ المطلب الثاني يقول ارسم لي الميموري ماب. شلون ارسم الميموري ماب؟ اجي ارسم ال 64 كيلو كلها، 64 كيلو، واطلع هاي اللوكيشن، هذا اللوكيشن وهذا اللوكيشن، هيك يعني هذا وينه، هذا اللوكيشن، عفوا دقيقة، هاي ال 64 كيلو، هاي ال 64 كيلو. طبعا الرام يبدي بشنو؟ الرام يبدي بشنو؟ مثل ما شفنا بدا بالاربع صفارة، صفر 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 صفر، يعني اول موقع بال 64، استمر 2 كي، هاي وينها؟ 2 كيلو. والروم بدا بهذا الموقع واستمر الى هذا الموقع، طبعا هاي نهايتها شنو؟ نهايتها ايش قد؟ 4 عفاض. وهاي ال 64 كي الميموري مابت، تمام؟ هاي ال 64 كي الميموري مابت مالتنا. باعوا، هذا شو يصيحوا له؟ يصيحوا له ابسولوت ديكودينج، ابسولوت ديكودينج. الابسولوت ديكودينج معناه انه الادرس مالتنا، الادرس مالتنا ما يطلع بيه نقص، ما يطلع بيه نقص، تمام؟ الادرس مالتنا ما يطلع بيه نقص، فهذا شيء صحيح ولا يصح ولا الابسولوت ديكودينج. اذا الابسولوت ديكودينج هو شنو؟ يقول يتم تحديد شريحه الذاكره فقط لمستوى معين من الهاي اوردر. The memory chip is selected only for a specified logic level on the higher order address lines. وعادة دي يقول الميموري تشيب، مو عادة وإنما دائما، الميموري تشيب يطلع يونيك رينج اوف ادريس، يونيك رينج اوف ادريس يعني موقع ذاكرة فريد، موقع ذاكرة فريد، تمام؟ يعني الرام يختلف عن الروم وما بي تداخل وما بي اي شيء والى اخره. زين هذا وين نستخدمه؟ يقول استخدمه باللارج ميموري سيستم. فاخاف مثلا يجيك تعريف يقول لك شنو الابسولوت ديكودينج، زين، وشنو معناه، وين نستخدمه، هذا الحكي قدامكم، تمام؟ عندي نوع الاخر من الديكودينج يصيحوا له لينير ديكودينج. لينير ديكودينج شنو هذا اللينير ديكودينج؟ ايش دا يسوي؟ شنو فائدته؟ هسه راح نجي نشوفه بهذا المثال، تمام؟ هذا مثال ايش دا يقول؟ دا يقول ها نفس المثال السابق، نفس المثال السابق، مو عندي روم 2 كي وعندي رام 2 كي. دا يقول الرام ال 2 كي ايش دا يقول؟ دا يقول ريبليس ال 2 كي رام ويا 1 كي رام بالمثال السابق. ال 2 كي رام ويا شنو؟ ويا 1 كي رام. شنو التغيير اللي راح يصير عندنا؟ بالمثال ذاك كانت 2 اس 11 اللي هي ايش قد؟ 2 كيلو 2 كي. انا ايش دا يقول؟ دا يقول يا بمكان ذاك الديزاين الرام مالتي ال 2 كي سوي لي اياها 1 كي، عفوا سوي لي اياها 1 كي. ال 1 كي يعني ايش قد؟ 2 اس 10. زين هنا كيف ذاك الديزاين قلنا من الاي صفر، طبعا هنا ال 2 اس 11 يعني من الاي صفر المن الى الاي 10، وال 2 اس 10 اللي هي ال 1 كي من الاي صفر الى يا اي الى اي 9. زين بالمثال السابق، خلينا نحكي على المثال السابق،
من الاي صفر الى الاي عشرة، وبعدين شنو اي 11 12 13 والاربعتعش وخمستعش اللي نذني هنا قلنا صفر صفر، هنا صفر صفر، وهنا الرام كان مربوط على الاوتبوت زيرو، فهذن كلهن صفارة، وهنا كلهن صفارة، وهنا كلهن واحدات. هاي وين بالمثال السابق. هسه ايش دي يقول؟ دي يقول لي لا، سوي لي يا ريبليس بمكان 2 كي واخذ 1 كي. ال 1 كي معناته شنو؟ من الاي صفر المن الى الاي 9. طلاب انتبه وياي، الاي 10 نتركه، وهنا 11 اللي هنا مال الديكودر، 11 12 13 وهذني 14 و15. زين، الفيرست لوكيشن كله صفاره، هاي متين منه، واللاست لوكيشن كله وحدات، وهنا هذني ثابتات كلهن صفاره حسب الديزاين لان مربوط على الاوتبوت زيرو. بقى عندي الاي 10 فارغ، فارغ هذا هنا ايش راح اخليه من فارغ؟ راح يصير don't care، راح يصير don't care. ومثل ما نعرف ال don't care ممكن ياخذ صفر وممكن ياخذ واحد، فاذا اخذ صفر يعني اذا ال don't care صار صفر، فالفيرست لوكيشن مالتي ايش راح يصير؟ راح يصير هذا الشيء. واللاست لوكيشن مالتي ايش راح يصير؟ اربع صفارة اف اف ثلاثة صفر، هذا اللاست. هذا شنو؟ هذا اف اف اي عشرة تساوي لي صفر. زين، اف اي عشرة تساوي لي واحد، يعني هنا بمكان الصفر قلنا don't care واحد، فالفيرست لوكيشن ايش راح يصير؟ الفيرست لوكيشن ايش راح يصير؟ راح يصير صفر صفر اربعة صفر، واللاست لوكيشن راح يصير اف اف سبعة صفر. فهنا مثل ما تشوفون بالاثنين كي طلع لي هو 2 كي كامله، فيرست لوكيشن ولاست لوكيشن. من قللناها سويناها 1 كي على نفس الديزاين السابق، الاي 10 ظلت عندي فارغه، فرضناها مو فرضناها بالديزاين راح يصير دونت كي، فممكن تاخذ صفر ممكن تاخذ واحد. اذا كانت صفر هذا الفيرست لوكيشن وهذا اللاست لوكيشن، وهنا اذا خليناها واحد هذا الفيرست لوكيشن وهذا اللاست لوكيشن، هذا راح يؤدي لي الى شنو؟ الى انه الميموري ماب مالتي راح تكون كالآتي. دا تشوفوها، نرجع للمحاضرة، هاي دا تشوفوا هذا الرينج مالتي، هنا صار عندي don't care تمام. إذا الأي صفر هذا الرينج مالتي، وإذا الأي واحد هذا الرينج مالتي، وهكذا. باعوا من يطلع عندي، من يطلع عندي two range هذا يصيحوا له full bug space. full bug space، الفول bug space معناته شنو؟ الفول bug space معناه linear decoding. هل عرفت شنو الفرق بين الابسولوت decoding واللينير decoding؟ الابسولوت decoding العنوان يطلع كامل كله عبارة عن قطعة واحدة، first location and last location. اللينير decoding معناه الرام او الروم او اثنين هن كل واحد بيها عنوانين، first to last و first to last، يعني بي full bug space، يعني بي يعني الميموري ماب راح تتجزئ الى جزئين. خلينا نشوفها بالميموري ماب، بالميموري ماب راح تطلع اوضح. بعد تشوفون هذا الديزاين مالتي، هذا الروم ما تغير، هو بقى 2 كي ملعبنا بالديزاين. هذا هو شنو؟ الرام مالتي. باعوا اذا اخذه ك 2 كي كله، ك 2 كي كله، فهذا الديزاين مالتي البداية، هذا الفيرست وهذا اللاست، هاي كاثنين كي كلها زين، بس ما طول جزئتها، فالفيرست هذا واللاست هذا مال شنو؟ مال الواحد كي رام، وهذا مال الفول باج سبيس مال الواحد كي رام.
طبعا هذا تكون مساوية إلى هذا بشنو؟ مساوية بالحجم، هاي واحد كي هاي واحد كي، لكن كاستخدام بالديزاين الخزر راح يصير بس بهاي، هاي راح تصير يعني كأنما كوبي الهاي أو بكب الهاي، تمام؟ ف اللينير ديكودينج هذا هو معناه، ومعناه انه عندي فول باقي سبيس، وهذا يستخدم وين؟ بالسمول سيستم، بالسمول سيستم. وانا هاي كاتب لكم ملاحظه الرينج مال الروم ما راح يتغير، ليش؟ لانه هو 2 كي بقى 2 كي، بس عندي الرام 1 كي ايش صار؟ صار 2 كي، تمام؟ زين خلينا نشوف هذا المثال، خلينا نشوف هذا المثال. هذا مثال حلو ما بي شيء، سهل ان شاء الله، وخلينا نشوفه هو شنو ايش دي يقول. دي يقول اوجد للرينج مال الادرس، يعني الرينج مال الرام والرينج مال شنو الروم، وشنو الديكودينج مالتي، التايب اوف ديكودينج، وهل بي فول باك سبيس لو ما بي، وارسم لي الميموري، الميموري ماب. زين يعني النقطة الأولى شريد أريد الرينج، الرينج مال من؟ الرينج مال أدرس، مال الرام ومال الروم. النقطة الثانية شنو نوع الديكودينج، أبسلوت لو لينير. النقطة الثالثة بي فولد باك سبيس لو ما بي، والنقطة الرابعة ادرو الميموري ماب. هاي طبعا هيك يجيكم السؤال طلاب، هيك يجيكم السؤال، وهاي بعد هنا الملاعيب، هاي تشوف سلك تشوف وين اخلي لكم اياه على يا اوتبوت. زين هنا مثلا الاي 15 مره اربطها جراوند مره اربطها في سي سي، شوف انا شرد اسويها، وهاي مالتي السلكت، هسه هذا الديزاين مالتي. زين الاربعة كي، الاربعة كي يعني 2 اس شقد، 2 اس شقد، خل نجي نريد نحل، عندي هنا رام وعندي روم، ده يقول اريدهن 4 كي، ال 4 كي 2 اس 12، يعني منين؟ من الاي نوت الى الاي 11، فهنا اجي اقول من الاي نوت الى اي 11، هاي ثابته الفيرست لوكيشن كلها صفاره وهنا كلها واحدات، وبالروم هنا كلها صفاره وهنا كلها واحدات، تمام؟ هسه ايش بقى لي؟ بقى لي 12 13 14 15. ال 12 وال 13 وال 14 وين داخلات؟ داخلات بالديكودر مالتي. وين مربوطات؟ الرام مربوط على اوتبوت 3 والروم مربوط على اوتبوت 5. اوتبوت 3 يعني 0 1 2 3 مربوط على اوتبوت 3، والرام وين مربوط؟ على اوتبوت 5، تمام؟ فاوتبوت 3 1 1 0 1 1 0، اوتبوت 5 1 0 1 1 0 1، تمام؟ والبن 15 اتوقع يعني حسب ما اتذكر، وين المثال؟ البن 15 مثال، خلنا نشوفه، البن 15 هذا رايح واحد، يعني قبل مربوط قبل واحد، واحد 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 واحد. زين هسه نجي على المطلب الاول، الرينج مال الرام والرينج مال الروم. الرينج مال الرام ايش راح يصير؟ الفيرست لوكيشن 0 0 0 بي، واللاست لوكيشن اف 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 بي. زين الفيرست لوكيشن مال الروم 0 0 0 دي اف 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 دي،
هذا المطلب الأول الرينج مال الأدرس. المطلب الثاني شنو نوع الديكودينج؟ هذا وين أبسلوت ديكودينج، استخدمنا كل الأطراف. زين بي فول باك سبيس؟ لا ما بي فول باك سبيس، لا ما طلع لي لينير ديكودينج على مود يطلع لي فول باك سبيس، فنو فول باك سبيس وابسلوت ديكودينج. زين تعال ارسم لي اياها بال 64 كي، هاي ال 64 كي هنا اربع صفاره وهنا اربع افات، هذا البدايه والنهايه. فانا ايش راح تجي شو تقول؟ تقول هاي 4 كي رام وهنا 4 كي روم، تبدي من بي 000 وبي اف 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 وهكذا، والروم هنا تخلي الفيرست لوكيشن وهنا تخلي اللاست لوكيشن. تمام. اذا هنا نجي على المحاضره وانا هاي وانها بتشوفون نو فول باج سبيس، نو فول باج سبيس ابسولوت ديكودينج، وهاي الرينجات مالاتي. تمام. ولهنا تكون خلصت محاضرتنا الرابعه، ان شاء الله تكون سهله، ان شاء الله تكون مفهومه. طبعا بالمناسبه تقدرون تتواصلون وياي اللي عنده سؤال يسالني على التليجرام او على المسجز مال الفيسبوك، راح اخلي لكم اياها بالديسكربشن مال الفيديو. تمام. هسه نجي على نقطه مهمه، احنا هنا خلصت المحاضره مالتنا، ايش خالي لكم؟ ايش خالي لكم بالمحاضرات؟ خالي لكم 4 اي و4 بي. هاي الأربعة أي والأربعة بي عبارة عن فقط أسئلة، هاي أسئلة إلكم على مود تتقوون، أسئلة إلكم على مود تتقوون، تحلوها إذا من تقرون المحاضرة وتكملوها تحلون هاي الأسئلة راح تفهموها 100%. اللي أريده منكم شنو؟ طبعا الأربعة أي أنتوا إذا قريتوا الأربعة بي، الأربعة بي باعوا، الأربعة بي هاي وينها؟ عبارة عن سبع صفحات، عبارة عن سبع صفحات بيها كل الأسئلة الشاملة وبيها أسئلة جديدة وأفكار جديدة. شوفوا مثلا خلينا نجي على هذا المثال الأول، هذا ديزاين تشوفوه، هذا ديزاين، هذا ديزاين، هذا ديكودر، هنا 12 13 14 12 13 14، وهنا 15، وتشوفون هذا ال 15 داخل على بوبل. زين هنا رام، العفو هنا رام وهنا روم، 4 كي ب 4 كي، وهنا من الصفر لل 11 وهنا من الصفر لل 11، واضحه لان هو ال 4 كي 2 اس 12 يعني من الاي نوت الى الاي 11. هسه هذا السؤال، هذا الديزاين العفو، شنو ايش طالب عندكم سؤال؟ ده يقول لك اوجد لي الرينج مال الادرس مال الرام ومال الروم. هاي هنا تطلعون الرينج مال الادرس، مو تطلعون الرينج، وهذا الميموري ماب مالتي، الرسم مالتي. تمام. مو طلعون وراها هنا، هذا مثلا هومورك، هذا مثلا هومورك، ايش دا يقول لك؟ دا يقول لك الروم، دا يقول لك الروم هنا، الروم مو مربوط على اوتبوت واحد وهنا الروم مربوط على اوتبوت سبعة، ايش دا يقول لك هنا؟ هومورك، فد هومورك لكم هذا، دا يقول لك يا ببدل يا اذا الروم ربطته على اوتبوت أربعة والرام ربطته على اوتبوت خمسة شنو الناتج؟ شنو الناتج؟ تمام؟ هاي تحلوا لياها، هذا الهومورك اريده مطلوب، هذا تحلوه وتدزوا لياها على مود اقيمكم عليه، اعطيكم عليه حضور وبنفس الوقت اعطيكم عليه تقييم درجات اعمال السنه. اللي ما يدز لي يعني ما راح اقيمه، ليه؟ ما ادري حضر المحاضره ما حضر، افتهم ما افتهم. واللي عنده سؤال يقدر يسال زملائه او يقدر يتوجه الي يسالني دايركت. زين هذا مثال، هذا سؤال الاخ دا يقول لك اذا بدلنا ال 14 بمكان ال 15 ايش راح يطلع الرينج مال ادرس مال الرام والروم؟ وبعدين اذا بدلنا ال 12 ويا ال 15 ايش راح يطلع الادرس مال الرام والروم؟ طبعا شنو؟ مثلا هذا محلول، هذا انا حال لكم اياه، هذا الاي وهذا البي، هذا الاي وهذا البي محلول. زين هنا الرابع هذا هومورك، هذا هومورك يقول لك عيد الخطوه الاولى بس اذا ربطنا ال 15 للاي 3 والاي 1 والاي 2 للجراوند ايش راح يطلع عندك؟ هذا هومورك لاخ، يقول لك عيد الخطوه الاولى بس بدلنا ال 12 ويا ال 14 ايش راح يطلع عندك؟ هذا النقطه السادسه، يقول لك هاي محلوله النقطه السادسه، عيد الخطوه الاولى بس الروم سوي لي 2 كي 2 كي بدل 4 كي، هنا
بالوجه اكيد ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي هاي تشوفوه فول باج سبيس، راح يصير لينير ديكودينج، تمام؟ راح يصير لينير ديكودينج وهكذا وهكذا. هاي مجرد امثله بيها جزء محلول وبيها جزء هوم وركات، حلوها جدا مفيده وحلوه وراح تخليكم تتقوون بالمحاضره بشكل اكثر. لهنا خلصنا وياكم المحاضرة الرابعة، أتمنى تكونوا فهمتوا، واللي عنده سؤال يتوجه إلي، وتحياتي لكم.